نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. والحقيقة في مصر جميلة دايما بنكون حريصين ان احنا نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد. طبعا في الفترة الأخيرة الحديث على انتخابات مجلس الشيوخ والاستحقاقات الانتخابية القادمة بإذن الله تعالى. البعض عنده تفاصيل ومعلومات، ولكن طبعا نحب ان كل المواطنين يبقى عندهم تثقيف سياسي وعارفين ما هو قادم، وخاصة انه عودة مجلس الشيوخ ليها أهمية قصوى في المجتمع. تفاصيل أكتر عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال لقائنا مع حضراتكم ودكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. وأهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور خالد. خلينا نبتدي يعني من البداية كده، عايزين نتكلم على أهمية عودة ووجود مجلس الشيوخ في الحياة السياسية في مصر. في الحقيقة إنه بعد ثورة 30 يونيو المجيدة كان الاتجاه انه في مجموعه من التشريعات والقوانين الملحه والسريعه اللي يعني ضروري انه نخلص منها بشكل سريع، لان كانت بتعطل مسيره العمل في بعض المشروعات او بعض المؤسسات الحكوميه ذات الصله. وكان بيتوجب في هذا النطاق انه مجلس النواب يكون بشكل سريع جدا ويتم الانتهاء منه بشكل سريع علشان نقدر ننتهي من كل الاصلاحات التشريعيه. لكن دايما الشخص الكويس لما بيجي بيكمل البيت بتاعه فبيحط الأساس، ثم بعد ذلك بيجمل الصورة العامة للبيت. وبالتالي دي هنا في ضرورة ملحة جدا انه مجلس الشيوخ كغرفة اخرى للبرلمان المصري تكون موجودة في 2020، وده لمجموعة أسباب مهمة جدا. اختصاصات مجلس الشيوخ السنة دي هتكون اختصاصات هامة جدا بتتعلق بالمواثيق والمعاهدات الدولية، تتعلق بإقرار الخطط التنموية سواء في النواحي الاجتماعية أو النواحي الاقتصادية، بتتعلق بالاشتراك في إقرار بعض مشروعات القوانين التي يحلها إليه السيد الرئيس أو الحكومة في بعض الموضوعات الملحة، وبالتالي بيخفف العبء يعني إلى حد ما عن مجلس النواب ليتفرغ بشكل كبير جدا أو تكتمل طاقته نحو الرقابة ونحو التشريع بشكل مهم جدا. مجلس الشيوخ السنة دي أعتقد أنه سيكون بمثابة مجلس حكماء. مجلس حكماء بيضم مجموعة مثقفة ومجموعة واعية من التكنوقراط ومن المتخصصين ومن النخبة، سواء كان في السياسة أو في الإعلام أو في الاقتصاد أو في القانون وما إلى ذلك، علشان نشعر إحنا كمصريين إنه عندنا زي ما بنقول كده إنه مجلس لحكماء يعني يفيدنا في بعض المشروعات أو بعض القوانين أو بعض الاستشارات الملحة جدا للدولة المصرية. فأنا شايف إنه مجلس الشيوخ في 2020 شيء مهم جدا وشيء يعني بالأهمية بمكان، علشان نقدر يعني نكمل سياج الدولة الدستوري والتشريعي بشكل كبير. طيب قبل ما نبدا على الهوا كنت بسال حضرتك على موعد الانتخابات، فحضرتك ذكرت ان الهيئه العليا للانتخابات هتنعقد النهارده وهتعلن في تمام الساعه الثالثه. مزيد من التفاصيل عن انتخابات مجلس الشيوخ، واعتقد انه ده يبقى سبق لينا ان احنا نقول ايه اللي هيحصل الساعه 3. هو الحقيقه انه الى الان ما فيش اي اخبار عن المواعيد المزمع عقد انتخابات مجلس الشيوخ فيها، ولكن مستشار لاشين ابراهيم يعني صرح انه الهيئه الوطنيه للانتخابات النهارده ستعقد مؤتمرا صحفيا موسعا في غضون الساعه 3 علشان تقول المواعيد والاشتراطات التي يجب على كل من يرغب في الترشح سواء كان بنظام الفردي او بنظام القائمه لانتخابات مجلس الشيوخ ان يفعلها يعني. وأتصور أنه الاشتراطات بتفتح المجال للجميع نحو المشاركة السياسية ونحو الاتجاه نحو يعني أنه يكون لي دور سياسي، سواء كان أستاذ جامعة سواء كان محامي سواء كان بيشتغل في الإعلام أو في الميديا أو خبير اقتصادي أو ما إلى ذلك، تبعا للشروط الدستورية الموضحة، على أن يكون طبعا من بين 300 اللي هم مقررين لمجلس الشيوخ 10% من قيمة العمل في دور المرأة السياسي بشكل كبير جدا. الاشتراطات الدستورية لمجلس الشيوخ السنة دي اشتراطات واضحة تم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بعد إحالتها، وأعتقد أنه من يومين تم إعلان القانون في الجريدة الرسمية ليكون شبه منتهي، تنتهي إجراءاته بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد والاشتراطات اللازمة لخوض الانتخابات. دكتور خالد، يعني هسألك سؤال يعني قد يكون سهل لكن حابب أن أسمع الإجابة من حضرتك. أهمية تثقيف المواطن سياسيا، ما هذه الأهمية؟
في الحقيقة إنه كل دول العالم بتتجه نحو التثقيف وزيادة الوعي في كل المجالات. الرئيس السيسي من منذ فترة طويلة جدا بينادي بعملية زيادة الوعي، وهو تقريبا الوحيد في مصر اللي كان بيراهن على وعي الشعب المصري، في حين إنه كل الشعب نفسه ما كانش واثق في الوعي بتاع المواطنين. وفي الحقيقة كان كل مرة سيادته بينجح في هذا الرهان. احنا محتاجين لتثقيف وزيادة الشريحة بتاعة الوعي لدى المواطن لأسباب كثيرة جدا جدا. حروب الجيل الرابع والخامس اللي احنا بقينا عايشين فيها دلوقتي حاليا مش محتاجة ان حد ما بيعرفش يقرأ، محتاجة ان حد يعني تخطى معدل الفهم لمستويات عالية جدا علشان يقدر يعلم ما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات وما يحاك لها من خطط يعني تستهدف أمنها القومي وأمنها الخارجي. مجلس الشيوخ بصفته هيبقى يعني منصة لحكماء الشعب، أعتقد أنه سيساهم في رفع معدل الثقافة السياسية لدى الكثير من المواطنين. ما يكون عندي نخبة مثقفة تعرف تخاطب الناس على قدر عقولها في الميديا، وتعرف تخاطبهم في مجلس يعني دستوري ومجلس يعني مهم جدا زي مجلس الشيوخ ودوره اللي هيكون في 2020، اتصور ان المواطن المصري سيعلم ما يدور حواليه من كل يعني الخطط التي تستهدف هدم الدولة المصرية والتي إن شاء الله ستبوء بالفشل يعني إن شاء الله. بإذن الله. حضرتك اتكلمت في كذا نقطة مهمة، أولهم التثقيف السياسي ورهان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وعي المواطن وإدراكه للمخاطر اللي بتحاك حواليه، والحقيقة إحنا أثبتنا إن إحنا بالفطرة بنخاف على بلدنا وكلنا صحيح. بنتجمع نحافظ عليها، دي أول حاجة، ولكن لابد أن يكون في ممارسة سياسية لكافة طوائف الشعب المصري. صحيح. طبعا احنا بنتكلم على مجلس الشيوخ في هذه الفقرة، وحضرتك ذكرت ان هم 300 عضو، 100 في القائمة المغلقة المطلقة، 100 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و100 يتم تعيينهم من قبل السيد الرئيس. صحيح. احنا عايزين نتكلم ونوصل بفكرة تشجيع الشباب لممارسة السياسة على ارض الواقع. يمكن مجلس الشيوخ هيكون متاح لمثلا الحكماء واصحاب الخبرة زي ما حضرتك ذكرت، ولكن بعده هيكون في مجلس النواب. صحيح. وخلينا نقول انه دايما في الانتخابات بيبقى فيه المال السياسي يعني بيبقى واضح جدا على ارض الواقع، وكتير من السادة النواب اللي بيخوضوا هذه التجربة بيلجأوا لفكرة المال السياسي على الارض، وفكرة انه اقدم خدمات مباشرة للمواطن قبل ما ابدأ اهيئ له البيئة الخصبة لممارسة حياته الطبيعية وتظبيط القوانين، لأنه هو ده اللي هيظبط إيقاع الحياة وهيقينا من فساد كبير في المجتمع. ده صحيح. فإحنا عايزين برضو نوصل فكرة التثقيف السياسي للشعب المصري، لأنه حتى لما هنخلص من مجلس الشيوخ هيبقى عندنا مجلس نواب، مش عايزين نتفاجئ بمجلس النواب. صحيح. كل من له صوت ومال يستطيع أن هو يدخل مجلس النواب، والفئة الأخرى اللي عندها قدرة على المساهمة وبناء الوطن تكون بعيدة شوية لأن ما عندهاش القدرة المالية. صحيح. هو السؤال ليه كذا جانب الحقيقة مجموعة. فأنا هبدأ الأول يعني أنا هبدأ الأول بفكرة ممارسة الشباب للحياة السياسية. في الحقيقة إحنا يعني منذ تولي السيد الرئيس، مش هقول من السنة دي ولا من السنة اللي قبلها، لا من أول ما بدأ، منذ تولي السيد الرئيس يعني حكم مصر، أعتقد أنه لم يشهد الشباب ارتباطا وثيقا بينه وبين القيادة السياسية زي ما عاهدوا في السبع سنوات الماضية. صحيح. احنا شهدنا مبادرات كثيرة جدا جدا للسيد الرئيس نحو الشباب، منها مبادرات دعم مالي في البنوك المصرية بقيمة فايدة 5% تقريبا، كانت 200 مليار جنيه، منها انه اتاحة عدد كبير من الاراضي والافدنة للشباب علشان يستصلحوا في مختلف المناطق الصحراوية، منها برامج التأهيل السياسي والشباب زي برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منها دعم سيادته لمنصة شبابية سياسية زي تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، وبدأ سيادته بعد تأهيل هؤلاء الشباب وبعد انخراطهم في العمل الوطني السياسي أنه السيد الرئيس يقرر تمكينهم في مناصب قيادية زي نواب المحافظين. حي. من البرنامج الرئاسي ومن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، وأتصور أنه الشباب في مصر بيمارس عمليات الإصلاح السياسي بنفسه من خلال السيد الرئيس، من خلال مؤتمرات الوطنية للشباب، من خلال منتديات شباب العالم اللي أصبحت دلوقتي منارة عالمية ومنصة عالمية شبابية بتتم على أرض مصر في ثلاث نسخ ولا أروع، استطاعت أن تحقق نجاحات باهرة على حتى مستوى الأمم المتحدة، أنه سياسات الشباب في الأمم المتحدة أخذت توصيات منتدى شباب العالم
احد توصياتها دي بعثه مصر في جنيف عملت كده. فاتصور ان الشباب في مصر يعني واخد اهتمام غير عادي في الفتره الحاليه. التعددية السياسية والحزبية احنا بنمارسها دلوقتي وبنشعرها من خلال اللقاءات المختلفة. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ حوالي 3 شهور يعني اخذت على عاتقها انها تقوم بعملية اسمها عملية الحوار المجتمعي حول الاستحقاقات الانتخابية. وقالت رأيها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبارة عن مجموعة من الشباب ممثلين لمجموعة من الأحزاب حوالي 27 حزب الى جانب مجموعة من شباب السياسيين المستقلين. هذا التنوع الديموغرافي السياسي الرائع اللي بيصدر مجموعة من المبادرات ومجموعة من الأفكار الرائعة اللي ممكن أي شاب في مصر يستخدمها وتفتح المجال لكل الرؤى والأفكار بمنتهى الشفافية والحرية. ده بيطلق العنان لتعددية سياسية رائعة جدا طبعا. ده على سبيل الشباب. في الجانب الآخر إنه بنجد إنه الأحزاب السياسية بدأت تقعد مع بعض، وده ده شيء رائع وجميل وإيجابي جدا. انك تفتح حوار، شفنا اجتماعات كثيره جدا بين الاحزاب، مش عايز اقول اسماء علشان يعني الانتخاب، ولكن فكره انه حزب قوي يعني يقوم بعقد مجموعه من اللقاءات ومجموعه من الجلسات الحواريه حول الاستحقاقات الانتخابيه وحول مصلحه المواطن، اعتقد انه ده شيء في منتهى الروعه وبيمثل يعني ترسيخ شديد لدعائم الديمقراطيه السياسيه في مصر. الجانب الآخر قضية تمثيل المرأة في الجانب السياسي مما يزيد حجم الوعي الثقافي والسياسي في كل بيت مصر. احنا ما فيش بيت مصر بيخلو من مرأة مصرية طبعا. اعتقد انه المرأة المصرية لما تمثل بهذا الشكل في مجلس النواب وبهذا الشكل في مجلس الشيوخ وان شاء الله في المجالس المحلية بنسبة 25%، واعتقد انه ده انتصار كبير جدا للمرأة المصرية وانتصار كبير جدا للقيادة السياسية والدولة المصرية في هذه الآونة. قضية المال السياسي، كل عمليات الانتخاب في كل دول العالم بتتعرض لمجموعة من الحملات من غير المنضبطين، لأنه المترشح المنضبط بيلتزم بالإجراءات التي تقررها الهيئة الوطنية، بيلتزم بالإرشادات المتبعة، بيمارس عملية الديمقراطية بمنتهى النزاهة وبمنتهى الشرف علشان يحصل على ثقة الشعب والناخبين علشان يقدر يعبر عن رأيهم داخل المجلس، سواء كان في مجلس الشيوخ وسواء كان في مجلس النواب. ان شاء الله احنا عندنا في مجلس الشيوخ زي ما حضرتك ذكرت 300 مقعد، هيكون منهم 100 للسيد الرئيس للتعيين بحكم الدستور، وهيكون هناك 200 مقعد، 50% للفردي و50% للقائمه. ستكون الجمهوريه 27 دائره للفردي. لسه كنت هتكلم عن النقطه دي وفكره تقسيم الدوائر وكبر الدائره. ده هيكون برضو في صالح الديمقراطية، لأنه أنت محتاج حد يبقى عنده برنامج، هتنتخب برنامج مش هتنتخب شخص. صحيح. قضية أنه الجمهورية تكون في مجلس شيوخ 27 دائرة لنظام الفرد، طبعا ده كله تبعا للتعداد السكاني. ده شيء يعني بيترك المجال شوية للأحزاب علشان تبرز قواها. الحزب القوي هو اللي هيكون متواجد 27 محافظة، الحزب القوي هو اللي هيكون عنده كوادر سياسية جاهزة، الحزب القوي هو الذي سيحاول إيصال الرسالة للمواطن البسيط زي ما حضرتك قلت في فكرة التثقيف السياسي. شفنا أدوات كثيرة جدا، وتصور كمان أنه نوعية الدعاية الانتخابية ستختلف في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها، طبعا أزمة كوفيد 19. أتصور أنه يعني لن تكون هناك ندوات يعني أو مباشرة. مؤتمرات أو أشياء من أو اجتماعات مباشرة زي ما حضرتك بتقولي، وأتصور أنه الاتجاه سيكون للسوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي. في الحقيقة احنا في 30/6 يعني 2020 يعني مستبشرين كلنا إن شاء الله بانتخابات مجلس الله. الشيوخ ومجلس النواب، علشان إن شاء الله نكمل مسيرة الديمقراطية والدولة المصرية تكمل إن شاء الله مسيرتها، وإن شاء الله مصر جميلة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دكتور خالد، حضرتك فتحت مجالات كتيرة جدا لأسئلة كتيرة جدا، لكن أنا عايز أرجع لنقطة مهمة جدا وهي حضرتك ذكرتها، وهي تعدد وتنوع الأحزاب السياسية. صحيح. وإن فتح حوار بينهم بيزيد يعني ثراء الحياة السياسية في مصر. صحيح. عايز أأكد على النقطة دي وأعرف رأي حضرتك فيها أكتر. الأحزاب السياسية المصرية في سابق عهدها كانت دايما بتسعى أنه لقضية الائتلاف، يعني شفنا في 2015 أنه القائمة كانت قائمة ائتلافية لا يستحوذ عليها حزب معين يعني بصورة كبيرة، أو قائمة معينة بعينها هي اللي تستحوذ على عدد مقاعد كبير، وده كان بحكم ضرورة ونوعية وطبيعة المرحلة الزمنية الراهنة. احنا خارجين بعد ثورة وخارجين بعد يعني
شبه دولة، هقول كده شبه دولة. السيد الرئيس بدأ يطور، ويعني على قد ما المصريين وقفوا معاه بدأنا الحمد لله نقف على رجلينا تاني. ولكن في هذا التوقيت أتصور أنه من الضرورة بمكان أنه الأحزاب السياسية يجب أن تتجه نحو تقوية بنائها التنظيمي بالتواجد في المحافظات. ده هيعمل تعددية حزبية قوية جدا في كل محافظة، ده هيساهم في رسم سياسة. بس برضو خليني أقول لحضرتك، يعني إحنا بعد ثورة 2011 بقى عندنا كم هائل من الأحزاب، مش طبيعي إن إحنا يبقى عندنا 102 حزب أو 107 حزب، مين هيعرف مين؟ صحيح. الطبيعي إنه الأحزاب اللي اتجاهاتها شبه بعض يكونوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض، صحيح، وبحيث إن هم يقدروا إن هم يحققوا شيء على أرض الواقع. يعني السيد الرئيس العالم، السيد الرئيس نادى بهذا الاتجاه في أكثر من حوار، وقال انه يعني يتوجب على الاحزاب قبل خوض الانتخابات انه، وهنا هنعلي مصلحه الدوله ومصلحه المواطن ومصلحه مصر. ده صحيح. لانه مع احترامي الشديد ل 102 حزب، كل واحد عايز يبقى رئيس حزب، صحيح، كل واحد عايز يبقى امين، كل واحد الناس هتتوب بينهم، مش هو الديمقراطيه يعني بتحتم على الدوله المصريه انها تفتح المجال لاي حد ان هو شايف في نفسه القدره على تاسيس حزب او تشكيل ايديولوجيه معينه. ولكن في الفتره الراهنه اتصور انه على الاحزاب المصريه انها تقوم بتاسيس كيان وقواعد تنظيميه قويه جدا علشان تقدر. هو الموضوع مش متوقف على مجلس شيوخ، لسه عندنا انتخابات مجلس نواب، لسه عندنا انتخابات مجلس محلي. يعني وهذه الفترة هي فترة يعني سخية جدا وزاخرة بحجم كبير جدا من القوانين والتشريعات التي سوف تصب في مصلحة يعني تطور وتنمية مصر. ومن الأهمية بمكان أنه الأحزاب السياسية القوية زي ما حضرتك بتقولي تاخد في اعتبارها أنها تشكل مجموعات عمل قوية جدا علشان تقدر تخوض الانتخابات بشكل قوي. وإحنا شفنا نماذج كتيرة جدا في الاجتماعات اللي فاتت في السوشيال ميديا وفي الميديا وفي الإعلام، أنه في مجموعة من الأحزاب بدأت تقعد مع بعضها وبدأت تتفاهم على قضية يعني تحالفات أو قضية أنه يعني كيف تدار العملية الانتخابية في القوائم وفي الفرد وما إلى ذلك. وده شيء انا شايفه شيء رائع جدا الفتره اللي فاتت الحقيقه. هي شيء ايجابي جدا. دكتور، يعني عايز اتكلم برضو على استخدام التكنولوجيا في تثقيف الشعب والتوعيه. الاول كان الاعلام عباره عن شاشه تلفزيون او راديو، دلوقتي عندنا وسائل متعدده كثيره جدا ومنها السوشيال ميديا، شيئنا ام ابينا بقت نوع من انواع الاعلام، صحيح، المرئي والمسموع والمكتوب وكل حاجه في الدنيا. صحيح. راي حضرتك ايه في استخدام هذه التكنولوجيا؟ يعني اكبر مثال على وعي القياده السياسيه وعي سياده الرئيس تحديدا باهميه النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها، انه اطلاق المنصه الرسميه لرئاسه الجمهوريه في 30/6 اللي فات. اذا الدوله المصريه مش حاسه انه الميديا والتطور التكنولوجي اللي حضرتك بتتكلم عليه مهم جدا في الفتره الحاليه، ما كانتش هتعمل منصه رقميه لرئاسه الجمهوريه فيها كل البيانات والاخبار وتاريخ رئاسه الجمهوريه من ايام يعني الملوك والقدماء. وده ان دلف بيدل على انه الدولة المصرية بتنظر لكل الامور الخاصة بهذا الشأن بنظرة علمية ومدروسة بشكل كبير جدا. المنصات الرقمية والمنصات الخاصة بالتواصل المجتمعي ستكون ليها اهمية كبيرة جدا في عملية الترويج لحزب او كيان سياسي معين لخوض العملية الانتخابية، وده اعتقد ساري في كل دول العالم. يمكن احنا لحقنا بهذا الركب متأخرا، لكن ان شاء الله مصر قادرة على يعني خلق مساحة جديدة من التطور التكنولوجي ان شاء الله، والمحافظة على كيان الدولة المصرية ان شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، واهلا بحضرتك معنا في مصر جميلة. وخلينا نقول انه بناء الاوطان مسؤولية الشعوب، الحكام طبعا بيقوموا بدورهم، السيد الرئيس والحكومة المصرية بتقوم بدور رائع في بناء هذا الوطن في هذه الفترة الحرجة، ولكن الانتخابات واختيار من يمثلك سواء في مجلس الشيوخ او مجلس النواب دي هتكون يعني مسؤوليتك البحتة، لأن أنت اللي هتدخل وهتدي صوتك، فبالتالي لازم تختار بالفعل من يستطيع أن يبني هذا الوطن لحضرتك وللأجيال القادمة. والانتخابات هتستمر 5 سنين، يعني لحضرتك تختاره قاعد معاك 5 سنين، فدي مسؤوليتك بحتة أن أنت تختار بالفعل اللي عنده القدرة على البناء. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. وأهلا بحضرتك. شكرا جزيلا دكتور خالد. شكرا جزيلا فندم. مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتعشى أنها تكون عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله بكرة وفريق عمل جديد. وخليك دايما فاكر مصر جميلة. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر.
جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعينها تملي صحيا وعينها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. الذي لا يغضب بإذن الله. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد.